هاد الشارع اللي تتشوف هنا قدامنا هادي تقريبا شي سنتين، هاد طاغية ديال طارق يحيى وقع اتفاقية مع شركة أجنبية باش يدوزوا القوات، وباش دوزوا القوات ما صلحوش هاد الطريق، ما صلحوش هاد أمرينا ويعلي الشاه، إلا دوزوا القوات غادي يخفناش نغرو لعنة الله وعليك قوات سلحي تجي، يا سلطان الغنيت الحدائق هما اللي كارزو، ونخص بويا الرئيس يوقع يجمع سيدا وكاميون يجمو الدلاليتي، وسيدا وسيد تراكسات هما اللي سفخني كوميرازي سيرك تعطارزو السيدي متعب، الرئيس يطوس باش امامي يقارس نشقى روحك روحك، او داك اللي يغلو داري كمان، اول رئيس دي سلوسة البلدية ديال المزاد العلني هو طارق يحيى، ماذا وليت يخلق غير عشح الشيد وليت غير قاعد الشيد غير المجلس، يساس البلدية ديال المزاد العلني، يساس المحطة الطرقية ديال المزاد العلني، يقيم غادي يشا الشعب الناظوري ديال المزاد العلني حتى هو. لهنا مالنا حال صامي دا غينا ومين يغني فينا غينا ومين يغني والو ميزي غير العدل. الميزانية مالي تروح، تروح غير شاكيرة، تروح غير البيتبول، غير سيسمو قصير تاع الخميدي تاع المغربي يقسم ليا. تروح غير مهياس، تروح غير ولاد اللي تروح الميزانية. والو الميزانيه سي غنعذر سي غنعذر بريدنا سي غنعذر بينا مين تصل قار الشين القار تبقى الساكنه الحي اللي كيدي قذكار تيوضر وقت الناس وتقيم بودك ودير مخزن وتقيم بودك والدوله وتقيم بودك وسير الحاجه القار تبقى الساكنه هي زمون الساكنه هي قيمون ابغى تقيم زمون ارغى نحقق المطالب النصف مره وسيد غير ميش المطلوب لا الشين والسنت بعيد نهار سبيا ناسنت بين نقص الساكنه قذكار وتقيم بودك ولكن تي وش الشيخ فاروي الشا قلب العابرين انا اقتاح من بلدي وجري الى الاحتجاج ديال بلدي وانما تقتاح من غير اخر قلت لي اصلا وغنقبل البلديه انا حق العماله نسويين اقتاح اقتاح من الاداره مره ارغسل باللي قدر وركيدي طاروان عبد الكريم الخطابي هنا يجي طاروان على الريف اذا من السوق تفتح مره الاخوان المناضلين اللي حضر لاطار محطايا فقالوا مرقي مار الفوز تفوز يشرو غادي يشرو يتيحر يخصو يتبني غادي نحقق المطالب الغمارة واللي غادي يجيش المطلب يتهم الصالح العام هادي الساجدة اللي تي ادياس هادي كراتيش كلمة هادي السور هادي ميديو